هاي تبارك، كيفك؟ هلا الموضوع اللي مطلوب منك اسمه reported speech، هو grammar rule. هلا reported speech بتعني الكلام المنقول. هلا قبل ما نبلش بالرول واقول لك ايش الستبس اللي لازم نعملها، لازم تعرفي انه reporting بتعني نقل، انه انا انقل كلام من وراء ظهر الناس، او بمعنى اخر انهم يكونوا غائبين هلا، يعني هم هلأ مو موجودين قدامي، هم قالوا كلام وراحوا من قدامي بهاي اللحظة، وأنا بدي أنقل هذا الكلام اللي حكوه. هلأ إذا فهمت الفكرة بهاي الطريقة، إنه أنا عم بنقل من ورا ناس هلأ هم غائبين، رح تعرفي إنه في رح تقدر تفهمي الستبس اللي رح أكتب لك إياها أسهل. يعني أنا عندي ستيب نمبر 1، يعني أنا هلأ ستيبس الحل، أو اللي هي خطوات الحل. خطوات الحل كالتالي: نمبر 1 بحكي لك انه احنا لازم اول اشي نزيل الكوتيشن ماركس اللي بتكون موجودة حوالين الجملة. طبعا انت هلا بالنسبة لك انه شو كوتيشن ماركس، شو علامات تنصيص؟ هلا الكلام المنقول، الجملة اللي بدي انقلها، بدي انقلها من اشي كان موجود اصلي عندي، في حواليه علامات تنصيص هيك زي اقواس موجودين حوالين الجملة. هلا اول خطوه انه انا بدي ازيل ازاله التنصيص هذا اللي انت شايفها، هاي اول خطوه. هلا ليش لازم ازيل التنصيص؟ لانه انا الكلام اللي جوا الاقواس هو كلام حرفي، انا ممنوع اغير فيه اي شيء، بس طالما انا بدي انقله على الناس، فاذا انا بدي اقيم الاقواس عشان يصير لي الحق انه انا اغير الاشياء اللي جوا. طيب لغاية الآن لسه هذا مو يعني مش كتير، قولي نقطة كتير هامة وكذا. الأهم من هيك إنه أنا لإني بدي أنقل، فطبيعي أستخدم كلمة said أو told اللي هي بتيجي بمعنى قال. يعني هلأ مثلا أنا المس قالت لكم إنه اعملوا الهومورك، اوكي. هلا انت بدك تيجي تقولي لي شو قالت لك المس، فشو بتحكي لي؟ بتعملي لي كلام منقول، فشو بتقولي؟ بتقولي انه المس حكت، المس قالت، او تولد سد او تولد معناهم قال التنتين. بتقولي لي انه المس حكت او قالت بانه نعمل الهوم وورك. فاذا انا لازم استعمل كلمه سد او تولد، هاي شغله اجباريه بالجمله المنقوله، يعني انه هي من الخطوات الضرورية كتير بالقاعدة. الخطوة الثالثة للقاعدة، طالما انا عم بنقل معناته انا بدي اخلق مسافة، انا بدي انقل من ورا حدا هلأ هو مو موجود قدامي، هو غائب، فاذا هذا الحدا صار بالماضي، فطبيعي طبيعي انه انا always change the verbs into past. يعني دائما ايش بنعمل؟ نحول الافعال الى ماضي، هذا اجباري، يعني انا ما بقدر الا اني احول كل الافعال اللي بشوفها دائما بدي احولها لماضي. طيب هلا احنا لسه الخطوات هاي ما طبقناها في بجمله، لازم نطبقها في جمله طبعا زي ما انت بتعرفي، لسه ما طبقت لك اياهم، بس خليني اعطيك اول شيء الخطوات، بعدين بطبق لك اياهم بجمله واحده ورح تفهمي على طول ايش الفكره المطلوبه. طيب هلا في خطوات ثانيه اعملها انا عشان اخلق مسافه، لانه انا الشخص اللي عم بنقل عنه مش موجود هلا، هو غائب. طب شو في كمان شيء بيقول لي انه اللي قدامي انا عم بنقل عنه؟ الخطوه الرابعه تشينج، ايش بدي اعمل تغيير لشو؟ change the pronouns اللي هي الضمائر، سوري الضمائر. هلا انا بحكي معك بصيغه اي، انا باجي بقول لك انا رح اعطيكي مثال هلا يا فلانه، اوكي انا رح اعطيكي مثال فرضا. هلا انا رحت من قدامك، فانت بدك تنقلي اللي انا قلته مثلا لمامتك، فشو بتقولي لها؟ المس حكت، هلا المس بطلت موجوده قدامك، المس غائبه، المس حكت، بدل ما تقولي، بدل ما انا اقول لك اي، انت بدك تغير الضمير بده يصير شيء، هي قالت، المس قالت. فاذا انا هون غيرت اي، انا لما كنت احكي في الجمله كنت اقول لك اي ويل جيف يو ان اور ا هوم ورك، انا رح اعطيكي هوم ورك، أو أنا رح أعطيكي example.
انا بطلت موجوده قدامك، صرت غائبه، فرح اصير بدل اي تحطيني شيء، انت عم تحكي عني من وراي، انا غائبه عنك، فرح تقولي عني مثلا شيء. هلا مين هم الضمائر اللي رح تتغير؟ هذا الحكي كله انا رح اورجيك اياه. طيب الخطوه الاخيره، خمس خطوات هم للحل. الخطوه الاخيره بدي اعمل تشينج لل، بدل البروناونز في عندي اللي هي الادفيربس. الادفيربس اللي هي طبعا ظروف، احنا عم نحكي مش اي ظرف بالجمل انا بدي الاقيه قدامي بدي اقعد اغير فيه، لا طبعا انا عندي ظروف معينه، ظروف التايم اللي هي الزمانيه، ظروف البليس اللي هي ظروف مكانيه احنا عم نحكي، تمام. فهلا انا رح احكي عن رح اغير هدول التنين، هدول الشغلتين، مش اي ظرف زماني انا رح اشوفه بدي اغيره، مش اي ظرف مكاني انا رح اشوفه رح اغيره. انا هلا طبعا رح امشي معاكي خطوه خطوه عن طريق امثله واورجيكي. طب مثلا لما اوصل للبوينت نمبر 5 او ستيب نمبر 5، مين هي الاشياء الزمنيه اللي انا اذا شفتها بدي اغيرها، مين هي الاشياء المكانيه اللي اذا شفتها بدي اغيرها، طبعا رح اكتب لك اياهم وبتلتزمي فيهم، غير هيك ما تغيري. هم بس خمس خطوات بدي انا اطبقهم على مثال هلا انا رح اكتب لك اياه. ناخذ مثال واحد مبدئيا. لو جيت قلت لك ولاحظي انه هذا كلام حرفي، شخص مش غائب، الشخص هيو موجود وحرفي الكلام تبعه. لو اجيت قلت لك انه مثلا فرضا I for example I drink coffee فرضا now I drink coffee بلاش ناو، خلينا نقول طيب بدي أنا أغير إشي هون. I am drinking coffee now. تمام؟ طيب هلأ بدنا نتبع الخطوات الخمسة. شو بدنا نقول؟ اتفقنا انه انا لازم ازيل علامات التنصيص. هاي علامات التنصيص، يلا بدي احذفهم هلا لما اجي انزل تحت. طيب هلا عاده بهذا النوع من الاسئله احنا لازم نعطيك البدايه، يعني انا لازم اقول لك مثلا she said that، هي قالت ان، هاي البداية أنا لازم أعطيك إياها، وبعدين بيجي عندك اللي هو التكملة بهاي الطريقة. هلأ إحنا مشينا على الخطوة نمبر 1، هيها الخطوة نمبر 1 هيها أنا عملتها إزالة علامات التنصيص. هلأ الخطوة الثانية إنه أنا اتفقنا أنه لازم أستخدم said أو told، طبعا said أو told that بمعنى قال أن، said that told that قال أن، فذات هنا ضرورية وإجبارية. She said that، هاي اللي هي خطوة رقم 2 في الحل، اللي هي عادة احنا بنعطيك اياها بالاسئلة، المفروض المس تعمل لك نفس الطريقة. هلا الخطوة الثالثة change the verbs into past. الخطوة الرابعة change the pronouns، غير الضمائر، غير الزمن دائما للماضي، غير الضمائر، غير ظروف الزمان والمكان إلى آخره. طيب بدي أطبق آخر ثلاث خطوات. في عندي هون ضمير أنا I، أنا عم بشرب القهوة هلأ، أنا أشرب القهوة الآن، أوكي؟ أنا بطلت حاضرة قدامك، صرت غائبة، فأنا طالما أنا بحكي عن وحدة فطبيعي بدها تتحول للضمير الغائب من I she. فإذا هون أنا عندي الخطوة اللي هي غيرت البرونون اللي هي كانت عندي هون خطوة رقم 4، فأنا رح أغير البروناون بهاي الطريقة رقم 4. طيب am drinking، هلأ بدي أغير الفيرب، ما بدنا ننسى am drinking. كيف طبعا بعرف الفيرب؟ كيف بميز وجود الفيرب؟ وين في فاعل بعده؟ الفاعل هذا أكيد عمل فعل، فطبيعي إنه الفعل يجي بعد الفاعل زي ما أنت شايفي هون، فهي الفاعل كله سوري هي الفعل كامل عنده فعل مساعد زغنوط صغير، وعندي هنا فعل اللي هو الرئيسي معه ing، هذا كلياته فعل. فإذن
she احنا لاحظي احنا اتفقنا نراجع حكينا انه الفيرب into past دائما نحول الافعال الى الماضي. فاذا انا اذا كان عندي هون am drinking am بدي احولها ل was. هلا الاي ان جي بدها تضلها اي ان جي. طبعا رح اعلمك طريقه انه انا كيف اتعامل مع الفيربس drinking. اسفه الاي ان جي بده يبقى. هلا كوفي بكمل عادي كوفي. ناو عباره عن ظرف زماني وهو من الظروف اللي احنا لازم نغيرها. طبعا انا رح اعطيك لستة بالاشياء اللي لازم تتغير. فاذا I am drinking coffee now بضل علي now لانه انا رح اكون دارس اللستة وعارف انه هاي من الاشياء لازم تتغير. ف she was drinking coffee بدل now بدها تصير then. الان بعديها شوي بعديها لإشي غائب اخلقي مسافة عشان تبين انها اشي غائب وانه انا عم بحكي من ظهر من ورا حدا وانه الحدا هذا هلأ مش موجود قدامي. فناو بدها تصير ذن زي كأني بخلق مسافة. اوكي ام صارت واز خلقت مسافة. اي صارت شي خلقت مسافة. هاي هي كل فكرة الريبورتد سبيتش. هلأ بدنا نيجي طبعا على شوية اكزامبلز. Okay. لازم أعطيك شوية examples وأشوفك إذا بتقدر تحليهم أو لأ. بس قبل طبعا examples قبل هذا كله وقبل ما أعطيك هيك exercise تحليه لازم أورجيكي هون حكينا إنه هاي وهاي ما عندي مشكلة فيهم خلص حفظناهم. بشيل الكوتيشن ماركس بستخدم said أو told بالجملة. لازم أغير الأزمنة دائما للباست. هون أنا لازم أشتغل معك كتير منيح اللي عليه red color هذا كتير لازم نشتغل عليه. لازم أعطيك اللستة تبعية الأفعال يعني أنا مثلا إذا شفت فعل معين شو أعمل معه. هلأ لازم أعطيكي طريقة كتير سهلة طبعا مين اللي pronouns إذا شفتهم شو أعمل معهم. هلأ بهمني هون كمان إذا شفت adverbs ظروف سواء زمنية أو مكانية شو أعمل. فإذا أنا ثلاثة وأربعة أوكي ثلاثة هلأ ثلاثة وخمسة آسفة ثلاثة وخمسة لازم أفصل لك إياهم هلأ خلينا نقول يمكن بفيديو هلأ قريب. أربعة حسب الموقف أنا بحكي آي أنا وحدة ولا واحد أنا شاب ولا بنت فبحط شي أو هي. فهون أنا مش قادرة أحدد لك قاعدة معينة بهذا الموضوع إلا عن طريق الأمثلة. أكثر إشي بدي إياك تركزي عليه اللي هو ثلاثة وأربعة من خلال الليستات. وهلأ رح أعمل لك فيديو تاني حتى أوضح لك هذا الموضوع.